في ذات الصيام ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن قداساً احتفالياً على نية السلام في الشرق وتكريس أيقونة العائلة المقدسة، وذلك في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان بمعاونة الأب أنطوني هريمات راعي الكنيسة وحضور السفير البابوي في الأردن المونسنيور ماورو لالي وجمع من المؤمنين. وفي عظة القداس أكد المطران الشوملي أن الكنيسة حريصة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الأراضي المقدسة والعالم، وهي تدعو دائماً إلى احترام الإنسان وتأمين حقوقه على كل الصعد. يسوع يتكلم عن سكن الثالوث فينا من خلال هذه الآية من إنجيل يوحنا: إن أحبني أحد، يقول يسوع، حفظ كلامي، وأبي يحبه، وإليه نأتي، وعنده نجعل مقامنا. نجعل مقامنا يعني يسكن فينا، يعني إحنا صرنا بالنسبة للثالوث السماء على الأرض، هو حول أرضنا إلى سماء. ومن أنا حتى يجعل الله، الله الذي لا تسعه السماوات والأرض، من أنا حتى يجعل الله مني مسكنا له رغم ضعفي وخطيئتي؟ إخوتي وأخواتي، في هذا اليوم نسجد للثالوث ونشكر له نعمه. هذا الثالوث الذي يسكن فينا وفي كل قداس يحيينا الكاهن هذه التحية الثالوثية التي سمعناها في القراءة اليوم: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم دائما. وننهي بكلمات الليتورجية التي بدأنا بها: لله الآب الذي منه كل شيء، وللابن الذي به كل شيء، وللروح القدس الذي فيه كل شيء، المجد والحمد أبد الدهور. آمين.